الله فيها كل يعني التنميه وكذا، ليش تخوي بلادك انت؟ انا ما نعرف حقيقه واحد عنده هذا الخير والخمير كامل ويمشي حقيقه يخدم في بلاد الناس، يدعي على انه راه كنخدم، راه قال لك مايوركا راه اكسبري، اش يقول لك هو انني راني خدام كنمسح الباصل وندير وندير وندير، الله يعاونك اسمي. ولكن بلادك فيها هذا الخير والخمير ودراهم والتنميه وكذا، ما شاء الله تبقى في بلادك. تناقضات انا بالنسبه لي، شوف بالنسبه لقضيه الصحراء الغربيه، انا اعتقد على انه كل المؤشرات تاكد على اساس اننا في مرحله حاسمه. اللي كان يصغي كان يصغي المغرب، واللي كان يقول بانه هاجم الامم المتحده والامين العام المتحده في 2015، والامين العام شخصيا لما تكلم وقال كلمه يركز ويوضع الاعتبار انه الصحراء الغربيه محتله، شكون اللي هاجم السويد اثناء يعني قرب اعترافها بالجمهوريه الصحراويه؟ والمغرب، وجر عباد الله كاملين ما هم عارفين كاع فين ماشيين. تتكلم عن نسبه الجهه الكبيره، واحدين ماشيين يا عباد الله يقولوا له الصحراء مغربيه، واحدين وراهم يقول له والسويد حتى هي. تماما يا عباد الله، مستوى حقيقه بالنسبه لي يعني انت تتكلم مع انا هذا كاع الاعلام تقرا صبورك يا داود، انا قد نقرا عليك انت على انسان يكون عاقل يكون يفهم كيف تشرد عليا. قبيل طلبت من احمد في غياب الاخ دوغان وقلت له على انه انا اقدم ادله، تمنيت من رب العالمين نلقى واحد يقدم لي ادله ثانيه يقول لي انت تكذب قضيتك انتهت. انا قدم له من ميثاق قدمت له من بعثه لامينورسو وقلت له راعي لي زوبجيكتيف اللي تاسست بها المينورسو، وراعي 1 2 3 4 5 6 بما في ذلك الطريقه تنظيم الاستفتاء. وقلت له قال لك لامينورسو مشات، ما بقاش لامينورسو، ما بقاش تنظيم الاستفتاء، وهي لا ميسيون دي ناسيونز لي بور لورغانيزاسيون دي ريفيروندوم. الوغ يحانوا ينتظروا ويغيروا لنا الاستفتاء، يقولوا لنا المعتد المتحده تنظيم الحكم الذاتي، والله المربيات المتحده تصرفيق الصحراويه المرتزقه يسموها لنا، قال يقولها لنا الانفصاليين الامم المتحده. لا احنا الى عاد نتكلم فويساد يعود مصر متعاقب. بالله عليكم تمنيت من الله من رب العالمين نلقاو ناس اللي في المستوى، رانا مازال لحد الساعة التحدي مازال موجود. خويا احمد خويا دوغان راه معنا الاستاذ رضا، معنا الاستاذ كادير كل اخوان، نتمنى من الله سبحانه وتعالى. الاستاذ الجاكيت احمر نسيتي الاستاذ الجاكيت احمر، والله نتعقيب من الله سبحانه وتعالى على انه على التعقيب. بما انني المغربي الوحيد انا والله اللي عيب المغربي، نرجع يا احمد يا دوغان اي نرجع نرجع لكم عندي التزام ونرجع ان شاء الله. لا بقى دقيقه وارجع، دقيقه وارجع. عندي والله انا عندي التزام والله اللي يسكو عليا والله. تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. اسمح لي كادر تحياتنا، تحيه لكم جميعا وتحيه ميار.